بسم الله. روح روح. ايه عطية من فوق. روح شايف لك. لا لا لا. اطيب اكلة بالعالم. بسم الله. كعك سوري باقل المكونات وباسهل طريقة يا غوالي. كعك يا غوالي، كعكي كان ابي كل يوم يسلخنا يا الصبح مع كاسة شاي لمدة 6-7 سنين. كل ما يفينا عن المدرسة يفوت لعنا على الغرفة يعمل لنا هيك قوموا، وبعدين نقعد ويساوي لنا شاي وكعكه، واحيانا فته. بتعرف شو يعني فته؟ اللي بيعرف شو يعني فته يكتب لنا تحت. معقول ما يكون اكلين كعكه وشاي انتم صغار او كعكه بحليب؟ كلكم اكلين. هاتي هالزبديه لورجيكي شلون بيصير. هاتي لقول لك. طحين، كل بيت فيه طحين. كلها مكوناته سهله وبسيطه. ها هي الطحين. طحين متعدد الاستعمالات. بدي 5 كاسات، ها يعني نص كيلو. والله ذكرتيني بالمي. تعي لشغلك شي شغله، تعي. خليكي تتسببي. خي عبي لنا مي زكاتك. خي ندفي مي. شايف شلون على الكهرباء؟ لا بعذبك ولا شيء. خلي حط المي هون. تدفاي. خليني لا خليني اول شغله حط السمنه وافركها بالطحين. شوفي معلقه سمنه تبع اكل مقوبعه. على فكره فينا نستعمل زيت، يعني مو ضروره سمنه، فينا نستعمل زيت نباتي. هذا الموضوع بيرجع لكم، بس هي اصوله هذا الكعك بالسمنه. بدي افرط الطحين بالسمنه هيك كان تهرش هرش الكعكه. مو كانت تهرش هرش. هلا اول شيء بدي احطه للطحين ظرف خميره. هدول بيطلعوا معلقتين صغار مسح محلب. محلب يا جماعه هو بهار الكعك، يعني هو هذا اللي بيجيب طعمه الكعك. اما الشمر طعمته كثير قويه. بنحط هيك شايفين ربع معلقه شمرة. ايوه خربطنا. هاي معلقة وهي 2 معلقتين كبار سكر. خليني هلا احركهم مع بعض هيك. انتبهوا لا تحطوا المي كلها. هاي اول كاسة. خليني اخلط. ها انه عجينتها هاي مختلفة، يعني هيك عجينتها بتكون متماسكة ما بتكون طرية كتير. بسم الله. ها حط له مي كمان كأنه بده مي. ها لسه بتاخد مي شوي. حط نص كاسة مي. صرت حاطط 300 ميلي. بسم الله يا كريم. شايف يا حبيبتي ما أحلاها وما نعمها وما أظرفها. شوفي ما أحلاها. تأخذ العال ظريفة. مين هاي؟ العجينة. شو مين هاي؟ قولي. ها شايفة ما أحلاها؟ مكان مظلم. وين؟ بالفرن. حطها بقلب الفرن ومنتركها نص ساعة لحتى تختمر، أو 3/4 ساعة أو ساعة. حزري شو بدنا نجهز هلا. السمسم. سمسم ابيض بدنا. هيك رشة سكر بودرة. مشان لما احط المي شو يصير؟ يصير دبق. وين يدبق؟ على الكعكة. لكان. قدر معلقة صغيرة مو كتير. خليني احركهم هيك اول شيء. بعدين اعطيها شوية مي هيك. كمان حبة بركة. لك على عيني وحبة بركة تكرمي. شو كمان حط لك؟ شوي مو كتير. بس حاجة لانه هي اصولة سمسم، يعني بس بيكون هيك في حباية بركة هربانة. بسم الله. شايف يا حبيبي شلون ضعف حجمها. خليني بس افضي منها الهواء هيك. فتلها شوفي شلون مرتاحة دغري. شو تفرد. خليني اقطعها. هلا احزري شو بدي احط هون. بدي هذا السمسم. حط هيك. هلا شوفي بمسكها هي هيك وبعمل لها هيك. دقيقة بس خليني شمر. يلا. بتعرفي الكعك كل ما كان رقيق، يعني كل ما كان هيك الكعكة كانت صغيرة ومحمصة اطيب. كنت بحب الرفيع انا. مدري وين كان في محل بالشام يبيعوا رفيع، نسيت باب السريجة ما بعرف وين. اكتبوا لنا انتوا هني متذكر. رفيع هيك محمص ومقرمش، فاذا بدنا يا رفيع شو بدنا نساوي حبيبتي؟ هي كثير بدنا نرفعها. تنفش يعني هيك؟ لكان بدها تنفش. شوفي هلا هيك 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 على هالفوته هيك. وي شايفه مأسهلة؟ ها شلون صارت؟ صار لك يعني شوي شوي عادي. لك حبيبتي ما عم بقول لك متحمس؟ ها هلا بجيب الصينيه. شوفي على قد الصينيه طلعت. فنان ولا مو فنان؟ كم مره قلت لك مواهبي ضايعه انا هون بالبيت؟ بس خلي مسافه بيناتهم. تعرفي ليش؟ لانه هلا بدهم يختمروا، وبعد ما يختمروا بدهم ينشووا، وبس ينشووا حينفشوا. شوفي ما احلاني. في اسهل من هيك بالله؟ لا. هاي الصينيه الثانيه. شوفي ما احلاهم. صينيتين كعك ولا احلى من هيك. خليني احطهم بالفرن ليختمروا. بس دافي الفرن يعني مشغله كنت على حراره بسيطه.
منشان يختمروا بسرعة. عايريلون شي نص ساعة. وين الساعة ساي؟ شو ها؟ شو ها يا جماعة؟ معقول هيك؟ بسم الله. شايف شلون تخمروا؟ على حرارة 180 فوق وتحت، تمام؟ أمورنا بالسليم. هلأ بنجي لهون ناخد هاي ومنقطعون. روح شايف لك هلأ هاي الصينية قديش بتاخد؟ تاخد ربع ساعة على حرارة 180. بعدين في شيء اسمه تنشيف، يعني هذا النوع من الكعك تبعنا بينشفوه. شو يعني بينشفوه؟ يعني بيكون على حرارة 180 أول شيء بينخبز، بس يتماسك وهيك طبعا هون بيكون بهالمرحلة طري. فبنرجع بننزل الحرارة من 180 ل 160 وبنتركه كمان يمكن 10 دقائق ربع ساعة حسب الفرن. أنا بقول لكم قديش رح أتركه بالضبط، لحتى يتنشف، لحتى يصير هيك فيه قرشة ويتحمر لونه بزيادة. هاي النقط كتير مهمة. كمان ليش خمرته؟ يعني هاي فكرة تخمير جدا مهمة. إذا ما خمرناه لما نغطه بالشاي ما بيغيب شاي. ولا يا غوالي بدي أخدها وحطها بالفرن. صلوا 10 دقائق حاشته حمي. بسم الله. وبحطها مو بالنص، تحت النص بدرجة. ليش وشو السبب؟ سكر لك يا غالي. السبب يا غوالي طولي بالك بابا، عم ساوي كعكة وشاي. السبب انه منشان تجي الحرارة من تحت وتنهض، عرفتوا شلون تكون حرارتها اقرب من تحت، تنهض من تحت قبل ما تنشوى من فوق. تقريبا حتاخد ربع ساعة اول شيء لحتى تتماسك، لانه بتكون بعد ربع ساعة تماسكت بس تكون طرية يعني، والربع الساعة الثانية التنشيف لحتى تعطيها هي القساوة، عرفتوا القرشة. الساعة هلا 10، الساعة 10 بالليل. شفتوا ايش عم بتخانق انا ومرتي؟ الساعة 10 بالليل وجع بالي كعكة وشاي، طب شو اعمل؟ خرمت. تعالوا شوفوا، هلا نزلت الحرارة أنا ورفعته درجة لفوق. شوفوا هذا اللون هيك، هذا اللون ما بيكفي، لون الكعك أغمق من هيك، بس من تحت صار لونه منيح ممتاز، بيان من فوق. فأنا رفعتها شوي، خليني أقلبها هيك، شايفين لا بتلزق ولا شيء، بيان لها شوي يعني. شايفين ما أحلاهم؟ بس خليهم ينشفوا كمان شوي، تنشف السوائل اللي فيهم وياخذوا لون من فوق شوي. تقريبا اخذوا 12-13 دقيقة على حرارة 180، وهلا صلهم تقريبا 5 دقائق على حرارة 160، كمان 5 دقائق، 10 دقائق على حرارة 160، وكمان شي 13 دقيقة على حرارة 180، يعني كله على بعضه 25 دقيقة بيطلع كعك. ريحة بتجنن بتجنن. تازة الكعك، قربوا يا غوالي، قربوا شوفوا لي على هالكعكات، شغل الله يبارك له، شوفوا شوفوا ما أحلاهم. دخيل قلبهم. بسم الله. روح روح، إيه عطيها من فوق، روح شايف لك، لا لا لا. بسم الله. اسمعوا لي الصوت بس، شوفوها من جوا، هيك الكعك بيكون من جوا، شايفين كله فراغات ومحمص هيك على الدائر، شغله ابراتب يعني. بس انا بحب هي. وينها؟ بس ما عندك هي، لا تقرب عليها، محجوزه. بنحكي فيها هي، بنحكي فيها بنحكي فيها. طب هي بنحكي فيها ولا مقراية فاتحتها؟ شوفي هي شو طيبه، هي يا جماعه، يعني هي اصل الكعك هيك لازم تكون رفيعه، انا هذا رايي الصراحه. انتم شلون بتحبوها، رفيعه ولا عريضه؟ ما بعرف. بسم الله. خلينا نغط هيك. يا ويلي. بسم الله. لك حاج ترمشي حاج. كعك سوري باقل المكونات واسهل طريقه. لك حبيبتي هي لما كانت توقع شلون كنا نطلعها؟ بالمعلقه. بالمعلقه ما يلا. تتذكري شو أسوأ شيء بالحياة؟ لما كانت تفرط الكعكة بقلب الكاسة، تفرط وتروح وما نعود نقدر نطلعها، لحقتها قبل ما تفرط. بس أهم شغلة لحتى تحافظوا على الكعكات، لا تخلوهم برا كتير يتهووا، بس يبردوا حطوهم بكيس، حطوهم بالنملية. وهيك يا غوالي مثل العادة، إذا عجبتكم الوصفة شكلسونا الأمور. كان معكم شيف عمر وكعك سوري، له ذكريات كتيرة عندي. سلام.